السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناتي انفوتك فور يو، على صفحتي انفوتك فور يو، وعلى انستجرام. كل الناس اللي بتتابعني يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة. فيديو النهاردة هو فيديو حابة ان انا اديكم فيه شوية طاقة ايجابية كده، يعني بحس ان الحياة بقت صعبة شوية، والناس شوية غصب عنها مع الوقت بتفقد ثقتها بنفسها، بالذات الجيل الصغير، يعني الجيل اللي لسه متخرج بيبقى شوية نفسه ضيق قوي، وبيحاول ان هو مثلا يدور على شغل يقعد كده شهرين تلاتة، ويجيله حالة من حالات الاحباط، بيبقى مش عارف يبتدي منين، يعمل ايه، الكلام ده كله. عايزة اقولك ان احنا كلنا والله مرينا باللي انت حاليا بتمر بيه، وما زلنا بنمر، لان انت كل ما يعني بتتعلم وبتتطور بتسعى لحاجة تانية، وعايز تشتغل وتاخد بوزيشن تاني وهكذا، وبتبقى عايز تطور من نفسك. فحالات الإحباط دي بتصيبنا على مدى حياتنا، كلنا بنمر بتجارب، بنمر مواقف، بنمر بحاجات كتير جدا ممكن تجيب لك حالة من حالات الإحباط وانعدام الثقة في النفس. بتلاقي غصب عنك بتقول طب أنا بشتغل وبعمل اللي عليا، طب أنا اتخرجت من الكلية واجتهدت ال4 سنين أو ال5 سنين أو ال7 سنين واتيفر الكلية اللي انت دخلتها ايه، ده انا عملت وسويت واشتغلت واجتهدت وللأسف ما حصلتش على حاجة. في بعض الناس يقول لك انا شهادة هي خدتها وخلاص واتركى نتعرف. حقيقة انت لو بتسعى وبتعمل اللي عليك ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. هيكرمك ازاي دي انت ملكش دعوة بيها، يعني حتة ان ربنا سبحانه وتعالى يخليك دايما عندك ثقة ان اللي بيشتغل وبيسعى وبيشتغل وبيعمل اكيد في نتيجة لده، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بشر بهذا الامر يعني. فاذا يعني انت اعمل اللي عليك واشتغل واجتهد وسيبها على الله، ربنا هيرزقك. بس خد بالك الرزق اللي انت عايزه مش شرط ده اللي انت تحصل عليه، انت هتاخد رزقك بشكل او باخر. ربنا يمكن مأجل حاجه ومعطل حاجه فعلا لسبب انت مش هتعرفه دلوقتي، هتعرفه بعدين. في حاجات كتير جدا حصلت في حياه الانسان وكان متألم ألم شديد جدا انها حصلت، بالرغم ان هو مثلا اتقى الله فيها وعمل اللي عليه واجتهد وسعى. وليه يا ربي استغفر الله العظيم، يعني كلمه ليه دي المفروض واحد ما يقولهاش، بس احنا كلنا بشر وبنضعف، يعني بيسال بيقعد يتساءل هو ليه حصل معاه كده، اشمعنى هو اللي حصل معاه كده، ده الواحد اجتهد وعمل وسوى وسعى، وليه ما يعني ما وصلناش للي احنا عايزينه، وليه ما حققناش اللي احنا عايزينه. لكن واحد بعد كده بيكتشف ان ربنا سبحانه وتعالى له حكمه كبيره جدا 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 في ده. ويمكن لو ده كان حصل دلوقتي كان الانسان راحت منه فرص بعد كده تانية كتير،